خطت مملكة البحرين في مجال العمل البلدي خطوات رائدة للنهوض بعجلة التنمية العمرانية الشاملة، متمثلة بوزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني باعتبارها أحد مرتكزات التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، فقد تم خلال العام المنصرم تنفيذ مجموعة من المخططات العمرانية والتشريعات لتنظيم العمل العمراني وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تصب في خدمة المواطنين وخلق بيئة اقتصادية تستقطب رؤوس الأموال وجذب المستثمرين. التفاصيل في التقرير التالي. خطوات رائدة في مجال العمل البلدي خطتها مملكة البحرين نحو تحقيق التنمية العمرانية الشاملة في خطة استراتيجية طموحة تروي بين سطورها إنجازات لا تقف المعوقات أمام امتدادها الذي لا يعرف الحدود، ورؤية اقتصادية تنهض بالعمل البلدي بالتعاون والتنسيق بين وزارة البلديات والمجالس البلدية في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة. هذا العام شهد الكثير من الإنجازات، قد يكون من أهمها في الوقت هذا هو مراجعة المخطط الهيكلي لمملكة البحرين والعمل أو تواصل العمل في مجال تنفيذ المخططات التفصيلية. أيضا من خلال هذا المشروع الكبير والذي هو ثمرة جهود العديد من وزارات والهيئات الحكومية، تم تنفيذ أو الانتهاء من عدد من هذه المشاريع الطموحة، قد يكون من أهمها الانتهاء من مشروع الحزام الأخضر وصدور الأدوات القانونية لتنفيذه، وأيضا الانتهاء من مشروع المخطط الهيكلي لجزيرة النبي صالح. كما قامت هذه الإدارة بتطوير عدد من المخططات الاستثمارية مثل جزيرة دلمونيا، ديار المحرق، درة البحرين. هذه المشاريع الاستثمارية التي سوف تصب في دعم القطاع العقاري وخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيزا للتنافسية الدولية والسعي الحثيث في استقطاب رؤوس الأموال وجذب المستثمرين. فقد حققت المملكة ممثلة بالمركز البلدي الشامل المركز الثاني عربيا والسابع عالميا في مجال سهولة إصدار التراخيص البناء وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2015، كما حققت الموقع الأسرع عالميا في الوقت المستلزم لإصدار هذه التراخيص، فهو إنجاز نوعي يضاف لمملكة البحرين في مجال دعم التنمية العمرانية. من خلال المركز البلدي الشامل تم تواصل العمل وتم الانتهاء خلال هذه السنة من إنجاز 570 رخصة بناء استثماري. كل هذه المشاريع من خلال المركز البلدي الشامل لزيادة الرقعة العمرانية والمساحات التي ستكون متوفرة في لمختلف الاستعمالات من المكاتب الإدارية إلى المصانع إلى مختلف الاستخدامات الاقتصادية أو الاجتماعية أو في مجال الصناعة. وفيما يتعلق بخليج توبلي، فقد تم الانتهاء من تحديد خط الدفان النهائي له، وذلك بعد دراسة المنطقة من الناحية التخطيطية لتطوير المناطق المحيطة به بهدف ربط الخليج بشبكة الطرق المجاورة، حيث إن تحديد خط الدفان لخليج توبلي يعتبر خطوة أساسية تكرس جهود الحكومة في عملية التنمية المستدامة، وتعزز من جهودها الرامية نحو جعل خليج توبلي معلما بيئيا وسياحيا.